وهم مستمعينا. امتدادا للجهود المتسارعة اللي بيقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتنمية مناطق المملكة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي بإنشاء هيئة لتطوير الإحساء بكافة المجالات الاقتصادية والعمرانية وإدارة البيئة وأيضا حمايتها وتوفير احتياجات المدينة من المرافق العامة والخدمات. اليوم رح نتوقف مع هذا الموضوع، وبيسعدني يكون معنا المرشد السياحي بالإحساء عبد المنعم بن صالح. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد المنعم معنا. يا هلا والله، مرحبا أستاذة هدى بك ومستمعينك، وأسعد الله أيامكم جميعا. يسعد نهارك. اليوم بعد هذا القرار أو هيدا القرار بالتحديد، إنشاء هيئة تطوير محافظة 3 ملايين نخلة، شو بيعني؟ أولا نتكلم أن هذا القرار يدل على اهتمام قيادتنا الحكيمة حفظهم الله بمحافظة الأحساء وباقي المحافظات. في الأوامر الملكية الجديدة تؤكد اهتمام هذه الجهود المعنية بالاهتمام بالمناطق ككل كما ذكرتي من قليل، ومتابعة مباشرة من سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. كجزء طبعا من رؤية الوطن، رؤية المملكة العربية 2030. الهدف منها هي إظهار والتركيز على نقاط القوة في جميع مناطق المملكة، بما يعود على طبعا بالنفع الاقتصادي على الوطن ككل. لكن لو جينا على الأحساء، يعني كلنا أمل بأن يكون يعني دور هيئة تطوير الأحساء الأثر الكبير في تسريع وتيرة يعني تسريع وتيرة التنمية الشاملة في محافظة الأحساء. نعم. ضمن رؤية المملكة 2030، في ظل ما تتمتع به الأحساء من إمكانيات ومقومات تؤهلها لقيادة صراحة يعني قاطرة التقدم. نعم. بالمملكة. نعم. لو استعرضنا بس ما تتمتع الأحساء به من مقومات ودخول هيئة التطوير المحافظة، نعم. نقول الأحساء تمثل 20% من مساحة المملكة. نعم. أيضا تمتلك من المقومات من ناحية الموقع، يكون موقعها في الخريطة هي في شرق جنوب المملكة. نعم. وموقعها ملاصق لثلاث دول. نعم. من دول مجلس التعاون هي الإمارات وقطر وسلطنة عمان. نعم. وهي المنفذ البري الوحيد لهم. أيضا تحظى بشواطئ ساحل الخليج العربي بامتداد 150 كيلومتر. نعم. وتضم في هذا الساحل الجميل، ساحل محافظة الأحساء، ميناء العقير التاريخي. ميناء العقير التاريخي وهو يعتبر أقدم ميناء بحري وأعرقها في الخليج العربي. نعم. أيضا تمتلك البحيرات، بحيرة الأصفر أكبر تجمع مائي في الخليج عد. نعم. وأيضا بحيرة الحبيل. تضم الأحساء مقومات اقتصادية كثيرة وكبيرة أيضا من الأرقام يعني تتفرد فيها. طبعا. نعم. نحن كتير من مستمعينا المتابعين لهدى وهن، وبالتحديد باليوم الخاص بالبيئة الأربعة، تناولنا كتير من الأماكن المهمة وحكينا كتير عن أهمية الإحساء بالمملكة العربية السعودية. اليوم أستاذ عبد المنعم، أبرز المطالب والأشياء المنتظرة والمتوقعة من هيئة تطوير الإحساء شو هي؟ والله كون الأحساء هي أكبر واحة يعني مسجلة في موسوعة غينيس بالأرقام القياسية، وأيضا هي عاصمة السياحة العربية في 2019، وأيضا الأحساء واحة في موقع كموقع تراث عالمي في اليونسكو. نقول يعني إنشاء هيئة التطوير محافظة الأحساء أولا هو استثمار طويل المدى في الاقتصاد ورأس المال البشري. نعم. ولهذا يعني نتمنى كمطالب، هي أمنية إن شاء الله، وهو أصحاب التخصص إن شاء الله هم أدرى بهذه الأمور، تنمية القطاعات المتنوعة في الأحساء، استحداث خدمات وأنشطة تظهر واجهة يعني الواجهة التنموية للأحساء، رفع مستوى الخدمات والمشروعات، تحسين جودة الحياة لسكان الأحساء، تطوير وسط الهفوف التاريخي، أيضا
زيادة توطين الوظائف لأبناء الأحساء، المساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال وتكون تنفيذ على شكل مشاريع. استراتيجية النقل صراحة يعني احنا نقول الاهتمام وتطوير مطار الأحساء، ايضا انشاء جامعه مثلا نقول جامعه اخرى، لان العدد السكان الاحساء يتجاوز 1,000,000 الان وممكن 400,000، ننتظر التعداد السكاني الان اللي هو 20 تعداد السعوديه 2022 قد يكون العدد تجاوز 1,500,000 ايضا. استثمار المقومات الحاليه وتطوير سوق التمر، تطوير سوق التمر وتحفيز ايضا سوق التمر السنه هذه يعني كان رائع مع ما يسمى الصناعات التحويليه للتمر. نتمنى ان شاء الله الاهتمام فيها. الساحل، ساحل الاحساء ميناء العقير ان شاء الله تطويره مع بحيره الاصفر. والله لو انا ان شاء الله المستقبل يكون حلو بالاحساء بعد انشاء الهيئه. انت كيف بتشوفه؟ أنا أتمنى إن شاء الله بعد أيضا يهتمون بتفعيل مواسم الزراعية الموسمية في الأحساء، كون الأحساء يعني فيها ريف جميل طبعاً. وإن شاء الله تجينا يا أستاذة هدى يعني تشرف فيك وتشوفين اللاحقة كل. أنا بدي أكيد زورها قد ما عم بحكي عنها بالبرنامج عندي. فإن شاء الله قريبا يا رب إن شاء الله. والله يعني نقول مستقبل إن شاء الله مع الهيئة، مثل ما شفنا ما شاء الله في وطننا الكبير المملكة العربية السعودية لما انشئت هيئة التطوير العلا، انشئت هيئة التطوير اي نعم، ان شاء الله هو تسارع في يعني في الانجاز ان شاء الله. فنقول ان شاء الله يعني الاحساء امام استحقاق تاريخي انا اعتبره يعني ان شاء الله. اتمنى ان يطوب على الاحساء في موضعها العالمي ان شاء الله، اللي يحتوي يعني من مقوماتها سواء التاريخية والسياحية والصناعية والزراعية. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد المنعم، يعطيك العافية. وننهيها إن شاء الله بكلمة يعني يعني هيئة تطوير الأحساء تطوير المكان لجودة حياة الإنسان إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا، يعطيك العافية. وأنت كذلك، شكرا لك.